جنب شاهين تمويل عقاري تكبيرا شديدا في العمل بتاعها. وشركات التمويل العقاري انا في رايي انها بره سوق التمويل العقاري، اللي هو سوق التمويل العقاري بيتنافس فيه اساسا المطور العقاري اللي هو بيبني وبيقسط تضارب للناس على 7 سنين، منه مباشره او البنوك التجاريه اللي بتمول المطارات. بالنسبه لشركات التمويل العقاري لازم الخرسانه تبقى موجوده، الخرسانه تبقى موجوده في المبنى نفسه اللي هيجي له عليه التمويل العقاري. فده معناه ان حضرتك النهارده كمطور عقاري عايز تعمل تمول عقاري اول يوم تعمل فيه الكومباوند، مش بعديها 3 سنين او بعديها 4 سنين شركه التمويل العقاري تيجي تقول لك اه دلوقتي انت بقيت عملت 60% من الخرسانه بتاعت المبنى، فانا اقدر امول تمويل عقاري، ساعتها انت مش محتاج لها. فهو من ناحيه زي ما بيقولوا الريزون داتر بتاعت الموضوع، ما بقاش في ريزون داتر ان النهارده شركات التمويل العقاري لازم عشان تشتغل تبقى موجوده في السوق يوم ما المطور العقاري او يوم ما السوق يبقى محتاج لها، ما تبقاش موجوده بعد ما المطور العقاري يمول نفسه ويمول نفسه سواء من فلوس الناس او يمول نفسه من البنوك، وبعد كده تيجي شركات التمويل العقاري. فهي شركات مكبله بالقانون تكبيرا سيئا جدا. طب في حد عنده حاجة إيجابية يقولها؟ حاجة مدح في الحكومة أو مدح في السياسة أو حاجة؟